بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح النموذج الثاني في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ويمكن أن يكون هذا سؤال التعبير الوظيفي في البرقية. اكتب برقية تهنئ فيها صديق لك بحلول شهر رمضان. ثانيا القراءة، طبعا التعبير تكلمنا عنه في النموذج الأول، فمن أراد أن يعرف كيف يكتب موضوع التعبير فليرجع إلى النموذج السابق، والرابط يكون موجود تحت الفيديو. أجب عن سؤالين منهما الأول: من قصة طموح جارية؟ تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي: 1- غضب الشعب المصري قبل تولي نجم الدين الحكم بسبب ايه؟ الفرنج ولا التتار ولا الفرقة والانقسام؟ طبعا بسبب الفرقة والانقسام. 2- عالم كبير ذاع صيته وصراحته وتمسكه بالحق هو فخر الدين ام العز بن عبد السلام ام ابو بكر القماش؟ طبعا العز بن عبد السلام. ب- ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. 1- احتل الفرنج دمياط بعد أن غادرها فخر الدين بجيشه، طبعا العبارة صحيحة. 2- تكونت جمعيتان سريتان إحداهما بالقاهرة والأخرى بالجيزة. هي كانت الأخرى فين؟ الأخرى كانت في دمشق، إذن العبارة خاطئة. جيم ما موقف نجم الدين من انسحاب فخر الدين من دمياط وما نتيجة ذلك؟ أولا نجم الدين غضب غضبا شديدا ودعا بفخر الدين ومن معه من الأفراد وقدمهم إلى محكمة من العلماء لتحاكمهم بسبب فرارهم من ميدان القتال، ونتيجة ذلك احتلال الفرنج دمياط، وفزع أهل دمياط وفزع أهل القاهرة لما رأوا وما سمعوا. 5- من موضوع الحياة دقائق وثوان، ومن خلال تلك الأسئلة وصل إلى نظرية الجاذبية الأرضية التي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان حاجز الفضاء مستكشفا الأرض والقمر والكواكب والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي وحركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها. ألف هات من العبارة السابقة ما يلي: مرادف يتعدى. نقرأ الفقرة بتركيز ونحاول نتذكر كلمة معناها يتعدى أو كلمة تدل على كلمة يتعدى، التي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى يتخطى، يبقى يتعدى معناها يتخطى. مضاد فشلت، نبحث أيضا في الفقرة. مضاد فشلت طبعا نجحت، التي نجحت. مفرد الأناسي يتخطى الإنسان، مفرد الأناسي الإنسان. باء فيما نجحت تطبيقات نظرية الجاذبية الأرضية، طبعا في الغالب باء إما تكون في الفقرة. فهنرجع للفقرة ونقرأ: التي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان حاجز الفضاء مستكشفا الأرض. يبقى فيما نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان حاجز الفضاء مستكشفا الأرض والقمر والكواكب والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي وحركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها. إذا نكتب من بداية نجحت إلى نهاية الفقرة. جيم اذكر الأسئلة التي سألها إسحاق نيوتن لنفسه عندما سقطت التفاحة فوق رأسه. طبعا سأل نفسه 4 أسئلة. السؤال الأول قال: لماذا سقطت التفاحة فوق رأسي؟ 2- لماذا تسقط على الأرض في شكل عمودي؟ 3- لماذا لا تنحرف ذات الشمال؟ 4- لماذا لا ترتفع إلى أعلى؟ من موضوع فالق الحب والنوى: إنك لتنظر إلى حبة القمح
أو نواة التمر، فتحسب أنك تنظر إلى قطعتين من الجماد الأصم الأخرس كأنهما حصاتان ألقت بهما الأحداث ثم أهملتهما على أرض يباب. هات من العبارة السابقة ما يلي: مرادف خراب، طبعا خراب مرادفها يباب والمضاد عمار، إذن خراب معناها يباب، مضاد اهتمت طبعا أهملت، مفرد التمور التمر. باء: ماذا تحسب عندما تنظر إلى حبة القمح أو نواة التمر؟ هنرجع للفقرة. تحسب أنك تنظر إلى قطعتين من الجماد الأصم الأخرس كأنهما حصاتان ألقت بهما الأحداث ثم أهملتهما على أرض يباب، بداية من فتحسب إلى نهاية الفقرة. جيم: كيف قارن الكاتب بين الأبراج البشرية والنخلة السامقة؟ طبعا قارن الكاتب وقال: يتشابه النخل مع الأبراج البشرية في العلو والارتفاع. يتشابه النخل مع الأبراج في إيه؟ في العلو والارتفاع، ويختلف عنه في أنه ذو فاعلية ونماء، حيث يأخذ من عناصر الأرض طعامه وشرابه فينمو وينتج الطمور. أما الأبراج البشرية فهي جامدة لا حياة فيها، ولا تنمو ولا تثمر. هذه هي المقارنة. ثالثا النصوص. من نص استعن بالله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ألف: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي: المراد بكلمات في الحديث الشريف تكليفات أم نصائح أم تحذيرات؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. التعليم يكون من باب النصح، فإذا معناها نصائح. المقصود بكلمة تجاهك في الحديث الشريف نحوك أم أمامك أم معك. نرجع للحديث ونقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده معك، تجده معك، إذن المقصود بها معك. باء: ما العظات التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وما أثر العمل بها؟ النصائح هي: حفظ الله بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، والاستعانة بالله في كل الأوقات، والتيقن بأن النفع والضر بيد الله وحده، والإيمان بقضاء الله وقدره، فكل ما قدره الله محقق لا محال، يكون الله معه دائما ويحفظه من كل سوء ويعينه على مواجهة الشدائد. جيم: ما الغرض من أسلوب النداء يا غلام؟ طبعا الغرض يا غلام الغرض منه التنبيه، يسترعي انتباه المتلقي ليكون تركيزه أشد واستيعابه أكثر. الغرض من النداء هنا إيه؟ التنبيه، لأنه يسترع انتباه المتلقي ليكون تركيزه أشد واستيعابه أكثر. أما أسلوب الأمر احفظ الله، طبعا أسلوب أمر غرضه الحث والنصح والإرشاد. دال: اكتب الحديث الشريف إلى قوله صلى الله عليه وسلم وجفت الصحف. تكملة الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. سين 8 من النص خلال كريمة: فالناس هذا حظه مال وذا علم، وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. ألف: هات مرادف الإملاق. طبعا الإملاق مرادفها الفقر الشديد.
اتنين جمع مطية، جمع مطية مطايا. تلاتة مضاد الإخفاق، طبعا مضاد الإخفاق النجاح. ب اشرح الأبيات السابقة موضحا حظوظ الناس، طبعا الأبيات السابقة: فالناس هذا حظه مال، هناك من يرزق مالا، وهناك من يرزق علما، وآخر يرزق الأخلاق الكريمة، وآخر يرزق الأخلاق الكريمة، ولا بد من حفظ المال بالعلم، وإلا انتهى به إلى الفقر الشديد، لأن الشاعر قال: كان نهاية الإملاق. يبقى لا بد من حفظ المال بالعلم، وإلا انتهى به إلى الفقر الشديد، وحفظ العلم بالخلق، وإلا انتهى به إلى الفشل والضياع، لأن الشاعر قال: والعلم إن لم تكتنفه، اكتنفه شمائل تحيط به تعليه، كان مطية الإخفاق، كان نهايته الفشل والضياع. جيم: ما الجمال في قول الشاعر كان مطية الإخفاق؟ طبعا الجمال فيها هو نتيجة لما قبله، وتصوير للعلم، وتصوير للعلم بدون أخلاق ترشده إلى الخير بوسيلة تورد صاحبها إلى الهلاك والدمار. ممكن يقول: ما الجمال في قول الشاعر والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه. فالجمال في هذه تصوير للشمائل بصور يحيط بالعلم ويحميه. دال: وضح العلاقة بين المال والإملاق. العلاقة بين المال والإملاق، العلاقة بين المال والإملاق تضاد يوضح المعنى ويؤكده. سين 8 من نص حب الوطن: ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم، ومن تؤويه دار فيجحد بفضلها، يكن حيوانا فوقه كل أعجم. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم. هات مرادف، مرادف تؤويه تضمه وترعاه. جمع حليف، طبعا جمع حليف حلفاء أو أحلاف. مضاد يجحد يقر ويعترف، مضاد يجحد يقر ويعترف. ب اشرح الأبيات موضحا ما يصيب الذي لا يحب بلاده. طبعا شرح الأبيات: فمن لا يحب بلاده لا خير فيه، وكذلك المحب الذي لا يشغله هذا الحب دائما، ومن يحتضنه وطنه ولم يعترف بفضله عليه ينحدر إلى منزلة الحيوان. والدليل على ذلك أن الطير عندما يضمه عشه ويحتضنه يغني فرحا وسعادة. جيم: ما الجمال في البيت الثاني؟ الجمال في البيت الثاني: ومن تؤويه دار فيجحد بفضلها، يكن حيوانا فوقه كل أعجم. تصوير للدار اللي هي الوطن بالأم التي تضم أبناءها وتحضنهم، وقول الشاعر يكن حيوانا تصوير لمن ينكر فضل وطنه وبلاده بالحيوان. دال: وضح قيمة يترنم. يترنم وعلاقتها بما قبلها. يترنم توحي بالسعادة، وعلاقتها نتيجة لما قبلها. رابعا النحو، سين 9: بني إن العلم والعمل كليهما سلاح الإنسان الفطن للنهوض بالوطن، وبناء حضارة أساسها ثابت، وتحقيق آماله المرجوة في مناحي الحياة والسعادة في مستقبله. فمن يزدد معرفة وعلما يصل إلى أعلى مكانة ويرقى بوطنه الحر المستقل. طبعا أعرب ألف، أعرب ما تحته خط. كلمة كليهما، كليهما عارفينها أن هو توكيد معنوي، توكيد معنوي لأنه ملحق بالمثنى، توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. بكليهما توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أساسها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، طبعا مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضم، وها ضمير مبني
في محل جر مضاف إليه. كلمة معرفة مفعول به منصوب، طبعا خطأ، ليس مفعول به. أغلب التلاميذ يعرفون هذه الكلمة مفعول به، يزدد هو معرفة إذن مفعول به، ولكن نرجع للماضي ازداد، والفعل ازداد ما يأتي بعده تمييز، يعرب تمييز. إذن يزدد معرفة، معرفة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. يصل فعل مضارع، ماله؟ طبعا جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. باء، استخرج من الفقرة السابقة اسم مفعول واكتب فعله مضبوطا بالشكل. اسم مفعول طبعا المرجو، وتحقيق آماله المرجوة، المرجوة من الفعل رجية. اثنين، اسم فاعل واذكر نوعه. طبعا اسم فاعل ممكن ثلاثي أو غير ثلاثي، فالثلاثي مثل ثابت من الفعل ثبت، أما غير ثلاثي المستقل طبعا من الفعل الماضي استقل. اسم الفاعل نأتي بالمضارع ونقول يستقل، ثم تقلب ياء المضارعة ميما مضمومة مو وكسر ما قبل الآخر، مستقل. صيغة مبالغة وزنها الفطن على وزن الفاعل، الفطن على وزن الفاعل. أربعة، اسم مكان واسم تفضيل. اسم مكان مناحي، واسم تفضيل، اسم مكان مناحي، واسم تفضيل أعلى. جيم، وقفت الفتاة سائلة أخاها فكان جوابه سائلا سلسبيلا. أكمل، سائلة اسم فاعل فعله، وأيضا سائلا اسم فاعل فعله. طبعا سائلة اسم فاعل فعله سأل، أما سائلا وهو عبارة عن مادة سائلة، اسم فاعل فعله سال. اثنين، الرجل مذياع للأخبار. الجملة التالية، المذياع يبث برامجا متنوعة. كلمة مذياع في الجملتين مشتق، بين نوع كل منهما. مذياع الأولى طبعا صيغة مبالغة، أما المذياع فهي اسم آلة. دال، الحياة أضيئت بالعلم. صغ من الفعل اسم مفعول وأعد كتابة الجملة، نقول الحياة مضاءة بالعلم، نقول الحياة مضاءة بالعلم. اثنين، تهتم مصر بالتنمية الشاملة. عبر عن مضمون الجملة السابقة بأسلوب تفضيل وغير ما يلزم. طبعا أسلوب التفضيل نقول مصر أكثر اهتماما بالتنمية الشاملة، مصر أكثر اهتماما بالتنمية الشاملة. ها، في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة المستقل؟ كلمة المستقل نأتي بأصل الكلمة الماضي من الفعل قل، من الفعل إيه؟ قل. وكلمة قل طبعا اللام مشددة، إذن لميا. الكشف عنها في باب القاف فصل اللام مع اللام، باب القاف فصل اللام مع اللام. كده إن شاء الله نكون خلصنا النموذج الثاني، ومن أراد النموذج الأول فسيجد إن شاء الله الرابط تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.